السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم أخواني. طبعا مستمرين وياكم بتقديم سلسلة دروسنا التعليمية. درسنا اليوم راح يكون مخصص لأصحاب الأبراج، يعني إذا كان عندك سويتش سيسكولي نفرض 2950 2960، وعندك سكترات واللينك اللي واصلك من الشركة وتريد تربطهم، تربط اللينك وتسوي عزل بين البورتات اللي راح تربط بيها السكترات حتى تخلص من مشاكل اللوب وغيرها. تمام. اذا انا اليوم ايش راح اسوي؟ انا راح اسوي لك كونفيج لسويتش كل البورتات اكسس لفيلان واحد، وراح نسوي عليه باسورد وكذلك اي بي حتى تقدر تدخله. فتابعوا وياي الطريقة. enable config t. تمام، راح اسوي الفيلان انترفيس فيلان، اي فيلان 10 100 ماكو مشكلة. انت اعطي اي بي 192 نفرض 168 11 تمام. واخلص اكزت. هسه ندخل عليه كونفكتي سوي الانترفيس fast 0 slash 1 space 2. تيجي تنتبه على هاي الملاحظة، اهم فقرة احنا هنا راح يبلش شغلنا. اني راح اسوي اخصص البورت 1 والبورت 2 كمانجمنت، يعني البورت الاول اربط بيه اللينك، والبورت الثاني من خلاله اخذ كيبل واشوف اريد ادخل لي السكترات يعني للقطع مالتي وللنانوات مال اليوزريه. ماكو مشكله طبعا اذا ربطنا اللينك بالبورت 2 ومن بورت 1 ادخل لي القطع مالتي، لان انا خصصت الواحد واثنين كمانجمنت. البورت الاول ادخل اربط بيه اللينك مالتي، والبورت الثاني ادخل منه للسكترات مالتي. تمام. واسوي اكسس للفيلان اللي انا سويته. تمام. واسويتش بورت مود اكسس. هسه ارجع، هسه اريد شو اسوي؟ اخصص البورتات اللي راح اربط بيها السكترات. راح اقول له انترفيس سوري رينج فاست زيرو من شقد؟ من ثلاثة. ليش من ثلاثة؟ لان البورت الاول والبورت الثاني انا اخذتها سبيس 24، طبعا السويتش اللي اشتغل بيه 24 بورت. تمام. وايضا اسوي اكسس للفيلان وسويتش بورت اكسس. تبقى عندنا شغلة مهمة، تريد تفعل البروتكت حتى يحميك من اللوب. تقدر ايضا بالكوماند سويتش بورت بروتكت وتعطي اكسد وتحفظ الاعدادات. تمام. انا هنا طبعا ما يدعم لي البروتكت لان النسخه اللي عندي قديمه، فانت مباشره تحت هذا الكومنت تكتب السويتش بورت بروتكت، وبعدين تنهي الكوماند مالتك ب اكزت. هسه حاليا اني كملت. هسه شو اريد اسوي؟ هسه راح احفظ الاعدادات مالتي.
ارجع ادخل انيبل و كونفيج تي، نسوي فقرة الباسورد لاين في تي واي 04 و باسورد، لنفرض الباسورد احمد راح اخليه، و لوجن، وانهي الامر مالتي باكزت اكزت. تمام، هسه اجرب ادخل له انيبل. خلي احفظ الاعدادات مالي رايت ميموري، طبعا مهمه جدا جدا، اذا ما تحفظ بيها ما الاعدادات مالتك بس تبوت للسويتش وترجع يشتغل كانما انت كل شيء ما مسوي، فدائما من تخلص اي اعداد لازم تنهي برايت ميموري. هسه اجي ادخل مره ثانيه انيبل، سوري كونفيج تي، انيبل سيكريت، ايضا راح اسمي احمد وانطي اكزت اكزت. هسه اشيك شغلي انيبل، مثل ما تتباوع اريد مني باسورد حتى اقدر ادخل للسيسكو، فالباسورد انا اللي خليته احمد حتى اقدر ادخل. تمام، هسه دخلت للسويتش. اذا هاي فكره الكونفيج لاي سويتش سيسكو، خصوصا للوكلاء اصحاب ابراج الانترنت، لان هو شنو عنده الوكيل، عنده اللينك زائد السكترات مالته. فاني خصصت البورت الاول والبورت الثاني كمانجمنت، وباقي البورتات اللي من 3 الى 24 خصصتها للسكترات. بورت 2 شنو سويته؟ سويته شلون اني اقدر اقول لك، هو يعني اني تادخل لي كديسكفري، من خلاله اني راح اشوف القطع مالتي كلها واقدر ادخل لها. اذا لهنا انتهي درسنا، اتمنى ما بي اي مشكله. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.